عايزين ناخد معلومات اكتر واكتر عن مباراه الاهلي وبيراميدز، فبالتالي نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير يا كريم، برحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل مشجعي قناه الاهلي. طمنا يا كريم، اخر الاخبار عندك ايه في مراد النادي الاهلي؟ التدريبات كلها جديه يا امير بصراحه، يمكن ده اللي لامسينه، كلها حماس وتركيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي. مباراه الكاس ليها حسابات خاصه، ليها تكتيك، ليها حسابات خاصه داخل المستطيل الاخضر وايضا كمان خارج المستطيل الاخضر بالنسبه لكلا المديرين الفنيين. يمكن لسه مارتن لاسارتي خلاص وصل للمراحل الاخيره، بيتابع بشكل مستمر، نقدر نقول يمكن الملخص الاخير لمباراه فريق بيراميدز وايتوال الاخيره اللي يمكن استطاع ان هو يفوز فيها بنتيجه 4-0. لكن زي ما بقول لك في حماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. التدريب يمكن شغال، يمكن بدا 6 وربع او 6 وثلث نظرا لحراره الجو امير، اللي كانت الجو حر قوي جدا النهارده. يمكن كانت الساعه 6 كمان متواجده في ملعب التتش، لكن الشمس كانت قويه جدا، فنقدر نقول 6 وثلث بدا بالفعل المران بمحاضره للجهاز الفني بالكامل، اجتمع بيه اللاعبين كالعاده الكلام والحديث كله عن اهميه بطوله كاس مصر. الجمهور منتظر بطولات عديده جدا، قدر النادي الاهلي ان هو يحسم بطوله الدوري، والجمهور منتظر كمان ان شاء الله بطوله كاس مصر تكون من نصيب النادي الاهلي وتكون انطلاقه باذن الله من مباراه بيراميدز. ومباراه بيراميدز اميل كالعاده احنا مش نخبي على بعض، وكل جمهور النادي الاهلي عارف لها حسابات خاصه لكل اللاعبين بالتحديد، يعني اللاعبين هنا واللاعبين هنا. المباراتين اللي فاتوا او التجربتين اللي النادي الاهلي قدر ان هو يشارك فيهم كسر فيهم، لكن المباراه دي ان شاء الله يكون النادي الاهلي في التوب فورم، يمكن مركز باذن الله وان شاء الله تكون من نصيبنا. عايز اطمنك ونطمن كل الجماهير كالعاده على بعض اللاعبين اللي ما شاركتش في مران الامس وكان عليهم بعض الجدل او بعض الكلام كده ان هم هل في اجهاد هل في اي حاجه. انا باكد لك على علي معلول ورامي ربيع النهارده بيشاركوا بكل قوه، تدريبات كلها شوتنج كلها كروسات كلها سبرنتات النهارده، بيعلنوا جاهزيتهم بشكل كبير جدا. بجانب الشناوي، الشناوي كمان طمنا عليه من الكابتن طارق سليمان. اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يا امير في تكتيك لمستر مارتن لاسارتي، عامل ملعب كامل، يعني الملعب نقدر نقول في العاده او في كالعاده ان هو بيكون في ثلث ملعب في التكتيك، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها مستر مارتن عامل تقسيمه كامله لكل لاعبي النادي الاهلي، اللي شايفه محمد الشناوي في حراسه المرمى ومصطفى شوبير في المرمى المقابل ليه. زي ما بقول لك كل الامور الحمد لله ماشيه مع فريق النادي الاهلي، تدريب النهارده جيد للاعبين، غدا كمان الساعه 4 عصرا يكون تجمع فريق النادي الاهلي، والساعه 5 يكون المران الاخير على ملعب مختار التتش، ومنها ان شاء الله الى الاسكندريه من جديد استعدادا لهذه المباراه. انا معاك يا امير ايضا كمان لو في اي استفسارات. موقف رمضان صبحي وليد سليمان يا كريم. رمضان صبحي ابدا معاك وليد سليمان، وليد سليمان بيعلن جاهزيته بكل قوه، امس كمان شارك في التدريبات بكل قوه، النهارده كمان متواجد في التكتيك الخاص باللاعبين. زي ما بقول لك كل اللعيبه رمضان صبحي قدامي دلوقتي بيتدرب بكل قوه، وكان مشارك في التصويبات وفي الكورسات، كل اللعيبه امير الحمد لله بدنيا وفنيا جاهزين، باستثناء طبعا نقدر نقول محمد محمود وشريف اكرامي وسعد سمير وكريم نزل الرباعي اللي لسه يمكن واحده واحده ان شاء الله، لكن الاقرب ان شاء الله شريف اكرامي ان هو يكون متواجد يعني في خلال 10 ايام 12 يوم ان شاء الله يشارك مع لاعبي النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله باذن الله يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي خلال المباريات القادمه باذن الله. لكن رمضان بيشارك في التدريب بشكل طبيعي يا كريم. رمضان بيشارك، انا بقول لك يمكن امامي دلوقتي احنا بس يا كريم انا بسالك طبعاً. بالتحديد على رمضان، لان كان معانا بعض الاخبار على مدار الحلقه ان رمضان ممكن ما يكونش جاهز شويه لهذه المباراه، فاحنا بناخد طبعا الاكيد منك انت يعني. من خلالك يا امير طبعا ومن خلال الكلام في الميديا وقناه النادي الاهلي، رمضان الصبح بيعلن جاهزيته بشكل كبير. كويس. يكون متواجد كالعاده في التشكيل الاساسي، والرؤيه طبعا بتقول لمستر مارتن لاسارتي اللي شارك في التدريبات، شارك دلوقتي في التقسيمه، وزي ما بقول لك الحماس والجديه هي اللي طبعاً على فريق النادي الاهلي، والتحذيرات المستمره لعدم الاحتكاكات، الدخول يكون بحرص شويه على اللاعبين نظرا للحماس الكبير جدا اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب. باذن الله ان شاء الله امير كل الامور تكون مهيئه باذن الله في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كريم. انا بشكرك، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.